أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دوما ودائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بنور يا فهد، حياك الله وساعة مباركة. الله يحييك. واليوم يمكن راح استعرض مجلة جريدة طبعا مشهورة، جريدة مصرية، صحيفة مصرية شهيرة، ولكن يمكن أول مرة استعرض أنا الملحق الرياضي لهذه الجريدة، هي مجلة آخر ساعة. صحيح. إحنا يهمنا الشغلة الرياضية الموجودة. قديمة، مجلة مصرية قديمة، أنا ما أذكر والله متى صدر العدد بالضبط، لكن هي موجودة، أنا عندي إعداد من الخمسينيات لها. عرف شلون؟ فهذه طبعًا 6 يونيو 1990. هذه قبل كأس العالم. طبعًا هي آخر ساعة المجلة الرياضية، رئيس مجلس إدارة سعيد سنبل، ورئيس التحرير محمد وجدي. قنديل ولا أنديل تبي؟ لا قنديل. مو أنديل؟ لا مو أنديل. قنديل. عدد خاص إلى كأس العالم إيطاليا 90. السيارات المصفحة تحرس ضيوف إيطاليا، والتجار المخدرات يطاردون نجوم كولومبيا. الجوهري وضع خطة اللعب في فرنسا، ومنتخب مصر يواجه الكابتن الساحر. البرازيل والأرجنتين وألمانيا يواجهون التحدي. كأس العالم. طبعاً كأس العالم الرابع عشر أقيم في إيطاليا، كان من أنجح البطولات التي أقيمت هناك. طبعاً الكل يعرف أنه بطل كأس العالم 14 اللي هو سنة 90، ومنتخب الألماني جدارة يعني في بعض البطولات ذهبت لمن يستحق، ومن هذه البطولات اللي هي 1990 كان منتخب الإماراتي منتخب يعني قوي جداً في 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 هذه البطولة. نعم. مصر مستعدة لضرب التكتيكات الهولندية والخطط الإنجليزية. الجوهري وضع خطة اللعب في فرنسا والتشكيل في القاهرة. مشوار المنتخب حتى نهايات كأس العالم، حارس المرمى وخط الدفاع والعب الكبير. مصر للمرة الثانية تصل إلى نهايات كأس العالم، وللمرة الثانية تقام في إيطاليا. المنتخب المصري وقع في مجموعة صعبة فيها منتخب هولندا بطل أوروبا مع النجوم، وأيضا كان وياهم المنتخب الإنجليزي أحد المرشحين للبطولة في تلك الفترة، ومنتخب إيرلندا اللي أبلى بلاء حسن في بطولة أمم أوروبا تحت قيادة جاكي شالتون الإنجليزي، وقتها كان المنتخب الإيرلندي من أقوى المنتخبات في أوروبا. هذه صورة لمنتخب مصر مكتوب أسماء اللاعبين حذر. إذا سمحت لي أستعرض أسماء اللاعبين. خذ راحتك. منتخب مصر في نهاية كأس العالم، من اليمين إسماعيل يوسف، حسام حسن، وربيع ياسين، وهشام يكن، ومجدي عبد الغني، جمال عبد الحميد، وطاهر ابو زيد، وهاني رمزي، واحمد شوبير واحمد رمزي، وابراهيم حسن. طبعا هذول نجوم مصر في تلك الفتره اللي استطاعوا انهم يصلون مع الكاميرون الى نهائيات كاس العالم سنه 90، وقتها منتخب مصر قدم مباراه جدا رائعه امام هولندا وتعادل وياهم 1-1، وايضا تعادل مع ايرلندا 0-0 لكنه خسر أمام الإنجليز بهدف يتيم. حقيقة يعني مصر لعبوا، يعني صار في معسكر في فرنسا، هذا المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي، ولعبوا مع فرق فرنسية منها كان ونيس، وطبعا لعب الجوهري بفريقين تشكيلتين مختلفتين، ووضع تكتيك طبعا، وطبعا هزموا أمام كان 1-0. غير خطة في اللقاء الثاني أمام نيس ولعب بطريقة هجومية. يعني الحقيقة يعني مكتوب هنا رومانيا تهز ثقة جمهور مصر. عاد يعني عادوا من معسكر فرنسا 17-3، حصلوا اللاعبين على إجازة 48 ساعة، تجمعوا في معسكر استعدادا لمباراتهم مع رومانيا. انتهى اللقاء مفاجأة، انهزمت مصر 3-1 لصالح رومانيا. لصالح رومانيا، وقتها منتخب رومانيا كان منتخب قوي يعني. نعم. ايش رايك نطلع فاصل بغازي ونتابع بقية الحلقة؟ أعزائي المشاهدين خلوكم معانا لا تبعدون، فاصل قصير وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا. احنا كنا نتكلم في البارت الأول مع مجلة مصرية اسمها آخر ساعة، وكان هناك في تغطية عن مشاركة منتخب مصر قبيل بطولة كأس العالم اللي صارت في إيطاليا 1990. نعم، هذه صورة إسماعيل يوسف نجم البروفة الأخيرة أمام كولومبيا، هنا إيطاليا 90. النجومية والشهرة تبحث عن أصحابها في بلاد السباغيتي. تحب السباغيتي وايد؟ إيه أحبه. هذا طبعا فيالي ينافس على الحذاء الذهبي. رسالة إيطاليا كمال الدين رضا. كاريكا نجم البرازيل والمحترف في نادي نابولي 29 سنة، شارك في مونديال 86 وخاض 43 مباراة دولية، سجل 6 أهداف في 27 مباراة تجريبية. صحيح، من نجوم مميزة. خاضها طبعا الفريق البرازيلي استعدادا لكأس العالم. عندنا طبعا هيجيتا حارس مرمى منتخب كولومبيا، شاهدناه في القاهرة يحرس مرماه من منتصف الملعب، فهل يكرر عادته في إيطاليا؟ لا يعني دمرها في إيطاليا. إيه بإيطاليا صارت بينه كرة مشتركة مع روجيه ميلا العجوز الكاميروني، خربها اللي كان مميز في هذه البطولة، قدر يخطف منه الكرة ويسجل فيها هدف الثاني لمنتخب. في تصريح مهم لمدرب الأرجنتين، يقول لك لدى وصول بيلاردو مدرب الأرجنتين قال: جئت إلى إيطاليا لحبل حقيبتي وبها أسماء 22 لاعب اللي سيمثلون الأرجنتين في النهايات، ونحن أقرب المنتخبات الفوز بالكأس بالرغم من مشاركة 6 منتخبات أخرى لنا في هذا الترشح، ولكننا سنخوض المستحيل الفوز والاحتفاظ باللقب. ومن أسماء فريق قال: جميع اللاعبين لهم أهمية متساوية عندي، ولكن مارادونا له أهمية خاصة عندما يكون في مستوى طبيعي، ليس لدي فقط ولكن لدى الجميع. صحيح، هذا قبل البطولة، شوف مراهن على مارادونا وتوقع أنه ياخذ. صحيح، يعني وكاد يفعلها على قولتهم. وصل النهائي وبالنهائي خسر في آخر يمكن 5 دقائق بركلة جزاء أندرياس بريما حرزها. نعم، من يفوز بكأس العالم؟ هذا توقع فالدانو بعيدا عن منتخب الأرجنتين، وهذا صورة مارادونا وحجر مارادونا الثائر على بيلاردو. هني هذا هايس مدافع سويدي يمتلك القوة والفن في آن واحد. هني الإنجليز يركبون طائرة ستانلي ماتيوز، طبعا هذا اعتقد براير روبسون، إيه؟ لاعب فريق مانشستر يونايتد، وهذا العنيف عاد عرفته رونالد كويمان. كويمان المدافع الهولندي الثائر صاحب اقوى واعنف قذائف. صحيح، يلعب خلف باستن وخوليت وريكارد. صحيح، هل يقرا قراصنه هولندا في سردينيا وصقليه؟ يعني طبعا المنتخب لما قال 6 فرق مرشحه اللي هي هولندا المانيا ايطاليا انجلترا البرازيل والأرجنتين. نعم، هذه صورة جميلة يعني للثلاثي الذهبي لهولندا، ريكاردو وباستن وخوليت. صحيح، اطمأن عليهم الجمهور الهولندي من خلال متابعته للدوري الإيطالي، حيث يلعبون لنادي ميلانو ويواجههم فريقين في المونديال الإيطالي. طبعا المنتخب الثلاث هذه ما حقق اللي حققه في بطولة أوروبا 88 قبل البطولة بسنتين. نعم، وأرجع خلافه يعني أن المدرب تغير لهم، ميسيلز كان مدربهم الداهي اللي دربهم ب 74 ودرب أجاكس بالثلاثية في بداية السبعينات، هو اللي دربهم نفسه في نعم. في بطولة أمم أوروبا، لكن بعد أمم أوروبا ابتعد وحل مكانه نعم. لبن هاكر وما قدموا النتائج الزينه وطلعوا على يد الالمان بنتيجه 2-1. وصلنا التجوري بوغاز. التجوري هذا صوره لحسام حسن نجم منتخب مصر. صوره جميله للكابتن حسام حسن المهاجم المعمر في الكره المصريه. نختم فيها حلقتنا اعزائي المشاهدين، لا يسعني في نهايه الحلقه الا ان اشكركم على المتابعه، واشكر زميلي الاستاذ فهد عبد الجليل على ما قدمه في هذه الحلقه. الى ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه، وفي امان الله. Thank you.